أكيد كلنا بنعرف وضع البلد اللي نحن عم نمر فيه هلأ بهيدي الفترة. هو وقت كتير صعب على الجميع بسبب فيروس كورونا. بالإجمال القعدة بالبيت منه شي سهل، بالأخص على اللاعب الفوتبول وقت ما بيكون ما عم بيمارس هيدي الهواية وما عم بيمارس عمله بالإجمال كيف إذا كانت هي الشغلة اللي بحبها. فالأمور منا سهلة، بس بالأخير كلنا مسؤولين وكلنا لازم نكون نحافظ على بلدنا، لأنه ما يتطور هيدا الفيروس، ما نساعد بانتشاره. ولا نتحمل مسؤولية، ونحن مسؤولين كمان عن سلامتنا وسلامة عيالنا وأحبائنا. فهي الشغلة الوحيدة اللي فينا نعملها إنه نساعد بلدنا ونحمي حالنا ونحمي كل واحد حوالينا، إنه نقعد بالبيت نحاول نقطع هذا الوقت مع عيالنا. كمان كيف إذا كان في أولاد صغار فالأمور صعبة عليهم أكثر من الكبير، يمكن الولد ما كتير بيفهم إذا كان محبوس، يمكن ما بيعرف يعبر بطريقة ما. فأكيد كمان هذا الشيء صعب عليه، عشان هيك كمان مسؤوليتنا زيادة بهاي الفترة، إنه كيف نلهي الصغار، كيف نعبي لهم وقتهم. كمان واحدة من الشغلات إنه الواحد بس يكون قاعد بالبيت شوي يبلش يتكل على حاله أكتر. يعني أنا خليني أحكي عن حالي، يمكن بس عم فيق صرت عادة كنت أطلب من مرتي إنه تعمل لي نسكافيه. مش كل المرات، هلأ في مرات هلأ عم بعمل إلي ولمرتي نسكافيه. طبعا غير شكل النسكافيه عم بتكون بس اعمله. بس عن جد الواحد بيتعلم كمان انه هو شوي بالبيت تتحمل مسؤولية كمان اكتر. الشغلات الايجابية طبعا بسبب القعدة بالبيت هو الوقت اللي عم اقضيه مع عائلتي، اللي بالاخص انا كلاعب فوتبول بسبب سفري وانشغالي دايما بكرة القدم كنت عم فتش على هذا الوقت، فلازم نستغله صح، نقضيه مع أولادنا، نلعب مع أولادنا، نقضيه مع الأهل اللي بعتقد هذا الوقت كنا كلنا عم نفتش عليه وبحاجة لإله. مثلا أنا من الشغلات اللي بعملها هو بلعب مع بنتي بلاي ستيشن، برسم أنا وبنتي. طبعا أولادي عن طريق اللعب بنحاول إنه دايما نركض نحرك حالنا، لأنه كمان الأولاد عندهم طاقة لازم يطلعوها. فبنفس بالوقت اللي عم نلعب فيه بنكون عم نعمل رياضة، عم نركض، نشتغل أي شيء لحتى دايما نتحرك. فكلنا لازم نستغله لهيدا الوقت لأنه يمكن بعدين ما نلاقيه. إن شاء الله بترجع كل الأمور لطبيعتها ونحن بنفوت على المدارس والكل بيرجع أشغاله، هيك بتصير لبنان أحلى من قبل. إن شاء الله بنخلص من هيدي الأزمة على خير، إن شاء الله بترجع الأمور كلها لوضعها الطبيعي. لازم كلنا مثل ما قلت إنه نساعد بهيدي الفترة، نحن إن شاء الله صرنا بآخر الطريق بترجع الأمور بشكل أفضل، بترجع الحياة الرياضية لوضع الطبيعي، بنقدر نساعد بلدنا لا يخلص من هيدا الأزمة. فبتمنى من الكل إنه يحافظ على حاله ويحافظ على عياله ويلتزم بكل التعليمات.